مذكرة احتجاج على الكيان الصهيوني الإسرائيلي وخرق استخدمته ضد جارة إيران واستخدمت أجوانه، عليها أن تحاسب وتلتزم كل المواثيق والعهد اللي بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الكيان الصهيوني إسرائيل عدوة الشعوب، اخترقت كل الأجواء وسيادة العراق وسيادة الدول بالمنطقة، المفروض كل المنطقة تقدم مذكراتها وتحتج على سياسة القصف العشوائي للبشرية أو الاعتداء على إيران أو حتى على أي دول من دول المنطقة. ومجرد عبور الصواريخ الأراضي العراقية أو الأراضي السورية أو حتى الأراضي الأردنية، هذا دليل على أن إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات الأممية. طبعا خطوة جيدة تحتسب للحكومة العراقية بأن تسجل هذا الاختراق للأجواء العراقية، لأن العراق بلد مستقل في الأمم المتحدة وذات سيادة، فنستنكر هذا الاختراق. عش هكذا في علو لا يهمك كيان ولا احتلال، ليصحى من كان غافلا أنه العراق سليل المجد والحسب، المرفرف عاليا براية التضحيات، أرض خضبت بدماء الشهداء بذلوا الغالي والنفيس لبسط الأمن والاستقرار. فإياكم ثم إياكم، كلمة مرفقة بتحذير وتحتها ألف خط أحمر، قسما بكل المقدسات، بدجلة والفرات، بنخيل الجنوب وجبال الشمال، من يحاول أن يفكر للحظة بعبور الحدود سنضعه عند حده، ونحن إذا قلنا فعلنا، فلا تراهنوا على صبرنا. موقفنا الرسمي واضح، وشكوانا أمام مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أما موقف المقاومة فسؤال المجرب أفضل من الحكيم، ولكم مع المسيرات والصواريخ قصص في سماء حيفا، أو اسألوا الحليف الأمريكي الذي خرق الاتفاق الاستراتيجي فقواعده ومصالحه في بنك الأهداف وانتخمت من الصفعات، أو اسألوا صنيعتكم داعش فقد فروا كالجرذان حين هب أبناء العليين وسحقوا أنوفهم في الأرض. فهل وصلت الرسالة سواء أردتموها دبلوماسية أو عسكرية؟ فنحن جاهزون. حياكم. ملفنا الأول راح يكون عن تقديم العراق مذكرة احتجاج رسمية لانتهاك الكيان الصهيوني أجواءه وسيادته. راح نتناقش بهذا الملف مع الخبير القانوني الدكتور علي التميمي. حياك الله. الله والنبي بحيك. أهلا وسهلا. كما أرحب بأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري. حياك الله. حياكم الله. أبدأ معك أستاذ علي، قانونيا خلينا نتحدث عن الخرق الذي ارتكبه الكيان الصهيوني للسيادة العراقية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذة والدكتور المحترم والسادة المشاهدين، وأهنيك وأهني الأستاذ المعيد على حسن اختيار الموضوع. حقيقة موضوع مهم جدا، لأنه في ميثاق الأمم المتحدة المادة 1 و2 و3 و18 تؤكد على أنه سيادة الدول محترمة لا يجوز تجاوزها من أي دولة تجاه دولة أخرى. وطبعا هذا المبدأ مبدأ السيادة، هو يشمل الأرض، السماء، المياه، كلها
يعني محفوظة للدولة صاحبة السيادة. نعم. عندما تخترق هذه السيادة يحق للدولة المتضررة أن تلجأ إلى الذراع القضائي للأمم المتحدة اللي هو مجلس الأمن. نعم. وكل دولة من دول العالم 196 يحق لها أو يوجد لها ممثل في الأمم المتحدة بدرجة سفير، هو اللي يقدم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا الطلب، حتى الأمانة العامة تحيله إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن يتخذ الخطوات اللازمة تجاه الدولة المعتدية لأنها تهدد السلم والأمن الدوليين وفق المواد من 39 إلى 51 من ميثاق الأمم المتحدة. زين، في هذه الحالة احنا خبرنا مجلس الأمن لا يحل ولا يربط دكتور علي. صحيح. خلينا نكون واقعيين، اليوم العراق قدم دعوة وشكوى لمجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة، تتوقع راح تؤتي أكلها؟ لو الولايات المتحدة راح تستخدم فيتو أو نقض معين، أو المحكمة راح تضرب هذه الشكوى عرض الحائط؟ قانونيا شلون نقرأ هذا؟ هو أكو جنبة أخرى في الموضوع قبل ما أتحدث لك عن قرارات مجلس الأمن. زين. إنه إحنا عندنا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية 2008، بالمادة 27 من هاي الاتفاقية تقول تلتزم الولايات المتحدة بحماية العراق سياسيا أمنيا عسكريا اقتصاديا، يعني وهاي الاتفاقية هي مودعة في الأمم المتحدة بموجب المادة 102، يعني العراق الآن يستطيع أن يطلب أو يجبر بموجب الاتفاقية مجبر الولايات المتحدة على مساعدة العراق. زين، في حال هذه الاتفاقية في أحد الأطراف أخل، هسه العراق إذا أخل بهذه الاتفاقية أو الجانب الأمريكي أخل بهذه الاتفاقية، شنو الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الإخلال؟ جاوبت عليها المادة 31 من الاتفاقية، أنه في حالة الإخلال يمكن لأي طرف أن ينهي الاتفاقية من جانب واحد بشرط أن يشعر الطرف الآخر قبل سنة من إلغائها، بعد سنة تعتبر لاغية، يجوز إلغاء من طرف واحد. يعني يجوز العراقي يلغيها؟ نعم، وهي على فكرة ليست عسكرية، هذه تتعلق بالأمور الاقتصادية، يعني الأمور المساعدات الثقافية، ليست يعني لا تتعلق بوجود القوات الأمريكية أو التحالف، لا علاقة لها بذلك. بالنسبة لمجلس الأمن، سؤال حضرتك، مجلس الأمن عرضت عليه قضايا خطرة جدا، مثلا في غزة، فلسطين، أقامت أكثر من شكوى أمام مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن دائما الولايات المتحدة تستخدم الفيتو، وحتى لو الولايات المتحدة في إحدى القرارات ما استخدمت الفيتو، القرار 1227، لكن بالنتيجة ما نفذ القرار اللي جاء من محكمة العدل الدولية، صوتوا عليه مرر، يعني حتى الولايات المتحدة ما استخدمت فيتو، نص على إلزام الصهيوني بإيقاف الحرب وفتح الممرات الإنسانية، ما نفذت الكلام. ليش ما نفذوا؟ هسه منو يصير رقيب على مجلس الأمن في حال عدم التنفيذ؟ هو كلش ممتاز هذا السؤال أستاذة، لأنه عندنا المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 25 تقول أي دولة تتمرد على قرارات مجلس الأمن ولا تنفذها يمكن للجمعية العامة أن تصوت على إنهاء عضويتها، لم يحصل ذلك. لهذا أستاذة الميثاق الأمم المتحدة اللي يتكون من 111 مادة والأمم المتحدة كلها هي حقيقة تدار من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني خل أعطيك ليس سرنا، يعني 85% من الرواتب من الولايات المتحدة الأمريكية، هي مسيطرة على الأمم المتحدة. لهذا أكو نداءات أنه يكون بديل، لأن هاي الأمم المتحدة شكلت 1945 عندما كانت الدول الاستعمارية، هذا أكو نداءات لتعديلها لإيجاد ما يسمى بمنظومة المصالح المشتركة مثل مجموعة بريكس، هاي المجاميع. فلهذا أكو يعني بعض الرؤساء يقولون العالم أكبر من 5، فعلا العالم أكبر من 5، شنو 5 دول السيطرة؟ هي هذا الحال أستاذ علي، يعني أخذي مثلا فرنسا أستاذ، إيش قد نفوسهم؟ خلي يطلع 70 مليون، هل هي أكبر من الهند؟ أكبر من اليابان؟ أكبر من البرازيل؟ لكن هذه يعني دول استعمارية سيطرت العفو. أستاذ علي أجد ترحيب بحضرتك، خلينا نحكي عن استخدام الكيان الصهيوني للأجواء العراقية، وضع خطير وموقف أخطر قد يجرنا إلى صراع مفتوح، شلون تقرأ بالنظم الدولية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة وتحية موصولة لزميلنا وأخونا العزيز أستاذ علي.
والمشاهدي قناة الأيام الأفاضل. يعني حقيقة الحديث في هذا الموضوع يتعلق بطبيعة المشروع، مشاريع اللي تحاك في المنطقة، مشروع الكيان الصهيوني، مشروع الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك. العراق خصوصا بعد عملية التحول اللي صار بالعراق، عملية الإطاحة بالنظام الدكتاتوري وإقامة العملية السياسية بكل ما جنباتها، كانت القصد من عندها وبناء، أو يفترض أن تكون كذلك، بناء دولة قوية تتمتع بكل يعني أسباب اللي تحقق من عندها الأهداف المرجوة، ومنها عملية حماية أمنها وسيادتها واستقلالها. لكن هذا اللي صار أبدا يعني ما يتناسب أو ما يتناغم مع هذه الفكرة. صعب علي، هو هسه إحنا خلينا نكون منطقيين، هو إحنا من الأصل عندنا هسه سيادة؟ هو مهان جالس بالكلام اللي صار إنه الولايات المتحدة الأمريكية أولا عملت على تفكيك القوات المسلحة العراقية، وأيضا الأهم الأكثر من ذلك ساهمت في عملية إفقارها عسكريا من خلال عدم الموافقة على تمكين البلاد من شراء أو اقتناء منظومات دفاع جوي العراق من البلدان الغنية، يستطيع أن يقتني أو أستاذ علي، بس هذا مو الخرق الأول. دائما ما الولايات المتحدة تخترق الأراضي العراقية. اليوم أنت إذا كنت متابع حضرتك، اليوم صار أكو رأيين، ما بين واحد يقول الكيان استخدم الأراضي العراقية، وما بين من نفى هذا جملة وتفصيل، اثنيناتهم مسؤولين رافعي المستوى بالحكومة. زين، هذه مو أول مرة، ليش ما اتخذنا احتياطاتنا من اول اعتداء واخلق للسياده؟ اي احتياطات؟ هاي الاحتياطات مرتبطه بالامكانات والقدرات العسكريه. يعني لماذا روح السؤال، ممكن انا اسال لماذا الكيان الصهيوني لم ينفذ وعوده والوعود اللي سبقت هذا الرد الاخير الهزيل من انه سيكون رد سريع وقاسم ومؤثر وشامل؟ كل هذه الاوصاف لم تكن. ثلاثه محافظات، مواقع في ثلاث محافظات محاددة للحدود العراقية السورية، وتم ضربها حتى من خارج الحدود الإيرانية، لم تستطع الطائرات أو لم يعني تقوى على اجتياز الحدود الجغرافية أو للإيران. سببها هذا أستاذ، سببها هو أنه هنالك إمكانات للردع واضحة بالنسبة للجمهورية الإسلامية. من راح ينطوك إمكانات؟ العراق ممنوع عليه أن يذهب لتنويع مصادر التسليح، وهذا هو السبب. ممنوع أنه يكون عنده جيش قوي وإمكانات هذا عسكري. هو اللي جعل، لكن اليوم ضمن هذه المقومات شلون نقدر نحفظ العراق ما يكون منطلق للاعتداء؟ لأن أنت عندك مادة قانونية ودستورية ممنوع أنه تكون أرضك منطلق للاعتداء على دول الجوار. كل الإجراءات متعلقة بمجلس الأمين اللي جاء عليها الأستاذ، وهي صحيحة ورصينة علمياً، والمتعلقة بالأطر الدبلوماسية، هذه لا تقوى على أن تثبت يعني القضايا أو الحقائق على الأرض. اللي ثبت الحقائق على الأرض ويجعل من الدولة قادرة ومتمكنة وقادرة على إحكام سيطرتها على سيادتها هي إمكاناتها، إمكاناتها الاقتصادية، إمكاناتها العسكرية، والقرار السياسي المستقل. إذا أستاذ علي، إحنا لا عندنا قرار سياسي مستقل، ولا عندنا إرادة وطنية مستقلة، ولا عندنا إمكانات، ولا عندنا تسليح. ممكن أسأل حضرتك بتجرد وبوضوح، إيش راح يفيدنا القانون؟ اليوم أنت خصمك كذاب حشاك، خصمك غدار، خصمك يوقع وياك اتفاقية ويروح يغدرك في أول فرصة، ما الفائدة من القانون؟ نعم، هو طبعا يعني ربما أختلف مع حضرتك في مسألة السيادة. هو الدولة، كل الدول لديها سيادة، حتى فلسطين اللي هي عضو مراقب في الأمم المتحدة. نعم. هي لها سيادة. هو شنو مفهوم السيادة؟ مفهوم السيادة أن تكون للدولة لها تمثيل في الأمم المتحدة، اعتراف دولي، لها علم، لها عملة، لها أراضي، لها حكومة، لها برلمان، لها قضاء، لها مؤسسات. هذه هي سيادة الدول. لكن أنت حضرتك تتحدثين مثلا عن الوجود الامريكي في العراق مثلا. لا، انا شو اتحدث؟ اقول السياده انه بلدك ما ممكن احد يدخله بدون رخصه. بلدك ما ممكن احد يستخدم القاعده لضرب دول الجوار. اليوم احنا منقوصين السياده دكتور؟ لا احنا ما منقوصين السياده، لكن قد تكون هذه مثل ما تفضل الدكتور علي، قد تكون خروقات تحصل، او الحكومه تبحث في الاسباب اللي حصلت. يعني هل هي فعلا
يعني اكو طائرات عبرت؟ لا توجد طائرات عبرت من العراق؟ هل يعني الحكومه تعلم في ذلك؟ لا تعلم في ذلك؟ انقسمت الاراء هي الرسمي. هو هاي يعني احنا منين نعرف استاذه؟ احنا نعرف من القنوات. احنا نحتاج رادارات وفرق ونظم عسكريه متطوره حتى نقدر. الامريكان ما يقبلون زين يعني. انا اتحدث بس قانونيا بس اخذ شلون نقدر نجبر هو هذا اعطيك الوقت. انت تريدين نطلع الامريكا من لا ما اريدهم. اريدهم اسالهم ليش ما تسلحون جيشنا لحمايه ارضه وسماءه؟ وشون انا بالاطر القانونيه هسه ما اعرف الامريكان يعترفون بالقانون لو لا، خلينا نكون واضحين، لكن خلينا احنا نعترف بالقانون. قانون شلون اقدر اضغط عليهم دكتور؟ اي الولايات المتحده الامريكيه احنا عندنا اتفاقيات طبعا في نفس المكان هذا ناقشنا انا وحضرتك سابقا كيفيه اخراج قوات التحالف من العراق. صحيح. صح؟ 100%. واني كان رأيي انه اخراج قوات التحالف لا يكون عن طريق الاتفاقيات الثنائيه. حضرتك سالتي كثيرا كيف ذلك؟ تذكرين؟ صحيح. ليش؟ لانه الدكتور علي لانه نعم. وجود القوات الامريكيه في العراق كان بموجب قرار من مجلس الامن الدولي نعم. رقم 2170/2014 بزمن حكومه الله يحفظها العبادي. جاءت هاي قوات يسموها قوات التحالف، شكلت بموجب ميثاق الامم المتحده وموجب هذا القرار. زين. فانت من تريد تطلع هذه قوات التحالف لازم تطلعها بنفس الطريقه، يعني تنسلخ من القرار وتروح المجلس الامن عن طريق ممثلك هنا. كل الزين، هسه بدينا نفهم النقطه، شلون اقدر انسلخ من هذا القرار؟ هو تقدم طلب للامين العام وفق الماده 99 مرسومه زين. للميثاق. وتقولهم أنا أريد أطلع من هذا الـ 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 التحالف. تطلع من التحالف. من طلعت من التحالف قاعدة يسموها إذا زال المانع عاد الممنوع، وتقولهم يا بنشكركم خلف الله عليكم. من يقدم هذا الطلب؟ ورايتكم بيضة. من يقدم هذا الطلب؟ كل دولة من الدول العالم حتى فلسطين اللي هي عضو مراقب، يعني ما عندها كرسي ما تصوت بس تحضر جلسة زين، عندها ممثل في الأمم المتحدة بدرجة سفير. هذا الاستاذ يجي اعاز من الحكومه العراقيه عن طريق الخارجيه وزاره ويقدم الطلب وبسيط. و هذا الطلب ما قدم دكتور علي؟ انا ما اشتغل بوزاره الخارجيه. انت ما تشتغل لكنه قانونيا معقول احنا قدمنا هذا الطلب وما طلعوا؟ انا وبعض الزملاء نشرنا بكثير من الوكالات، قلنا لهم احنا مستعدين نترافع امام المحكمه الجنائيه الدوليه ومجانا نروح نقاضي الولايات المتحدة الأمريكية على الجرائم اللي ارتكبتها بأثر رجعي، لأن هاي الجرائم ما تسقط بتقادم الزمن. صح. بس شنو وين المشكلة اللي راح نواجهها؟ احنا ما منضمين لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بالتالي ما يحق لنا نروح، لازم الحكومة تقدم طلب تنضم وهو سهل. فلسطين عضو، فلسطين. اقول لك دكتور علي العدل ليش ما منضمين؟ الله يخليك. قدموا طلب بزمن آيات علاوي 2005 زين وسحبوه. منو سحبه؟ هي الحكومة بقتها سحبت. يعني قدموا في زمن اياد علاوي، اياد علاوي سحبه بعدين؟ هي الحكومة نفسها ب 2005. زين ليش قدمته وليش سحبته؟ ما اعرف والله. فهذا احنا استاذة اذا اردنا نقاضي عن هاي الجرائم اللي ارتكبها بوش وشوارزكوف وما اعرف من هذول اللي قتلوا وسووا دجلة مثل المغول احمر و وازرق، ذوك احمر وازرق لين كتب، ذول بس احمر سووا الامريكا، فما تسقط بالتقادم هاي الجرائم، بامكاننا ان نقاضيهم لكن يشترط. احنا ما قاضيناهم من قالوا عندكم اسلحه دمار شامل واحتلوا العراق على كذبه وما شفنا هو هاي كلها ما تسقط كلها ما تسقط لكن هذه الراد لها جهود يا استاذه. انت تريدين احكي لك بالقانون الدولي يعرف دكتور علي لو نعم. لو تريدين يعني هاي مو نظريات، هاي هذا واقع يعني نعم. فلسطين كم دعوه قدمت على الكيان الصهيوني؟ كم دعوه؟ عشرات الدعوة، هم مراقب بالمحكمه الجنائيه الدوليه، انضموا فلسطين منضمين. اذا استاذ علي ما عندنا اراده، ما عندنا اراده سياسيه حقيقيه تتوحد لمواجهه الجرائم الامريكيه في العراق. نعم، هو هاي حقيقه الحلقه المفقوده اللي مثل ما وضحت قبل قليل هي اللي تجعل من الدوله قادره على حمايه امنها وسيادتها، مفهوم السياده يتم الحفاظ عليه وحمايته وصيانته ومنع أي دولة من أن تفكر في عملية السياسة تكمن في الإمكانيات المتاحة وكيفية توظيفها والإرادة السياسية. ما إرادة لها إمكانة؟
لا سايمير هذا يقول لك طلب يقدم الى اتفاقيه نعم روما. أكيد. يا بتعالوا احنا نحاسبكم على الجرائم السويه. لماذا لم يقدم؟ اردناكم. لماذا هاي ما لها علاقه؟ استاذ علي اوضح لماذا سحب الطلب. ليش؟ اراده سياسيه لا توجد. هنالك ضغوطات زين على الحكومات العراقيه المتعاقبه باتجاه عملية إبقاء الوضع على ما هو عليه. ما هو الوضع الذي ما هو عليه؟ هو عليه هو أن يبقى العراق سماء العراق متاحا أمام الولايات المسيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لا تسمح بإيجاد منظومات دفاع جوي قادرة على حماية سماء البلاد من الاختراق الطائرات، سواء كان الطائرات العمودية أو الطائرات المقاتلة والآن الطائرات المسيرة، لا توجد هنالك. في حين ولا حكومه تقدر تبدل هذا الوضع، ولا برلمان يقدر يبدل هذا الوضع. هذا هو طبعا ليش ما بالامكان اذا ما توفرت اراده سياسيه جامعه. الان اذا طرحتي هذا الموضوع الان في البرلمان العراقي، هل سيكون هنالك عليه تصويت؟ من راح يعترض؟ توافق على عمليه، هو عمليه اخراج قوات معتديه موجوده على الارض العراقيه، جاثمه على الارض العراقيه، صار عليها اختلاف. قسم قالوا لا العراق لا زال بحاجة إليه، قسم مكونات معينة قالت لا احنا نبقي على، وبالتالي هذا معدنا برلمان. نعم. مو برأي أغلبية. نعم. متمشيها بالأغلبية ونخلص. احنا عمرها البناء الديمقراطي اللي تأسس في العراق ما قام على أساس فكرة الأغلبية. على فكرة البرلمان ايش عندك؟ مو عندك عدد مقاعد والمفروض تشتغل عليها. نعم. يمرر بعدد أصوات المقاعد لو لا. هذه الطريقة المنطقية اللي كل الديمقراطيات سارت عليها. احنا الآلية اللي تأسست عليها ديمقراطيتنا هي مبنية على فكرة التوافق، وهاي الفكره هي الام البلاوي اللي جابت العراق. نعم. زين استاذ علي، الان مجلس الامن يعقد جلسه لمناقشه العدوان على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، راح يكون شكلي لو راح نطلع بنتائج حقيقيه ويقولوا له للكيان كافي استهتار؟ هم قالوا له قبل، يعني مجلس الامن صدر قرارات ما نفذت، يعني الكيان الصهيوني مارق متمرد لا ينفذ القرارات. وأحب أضيف على كلام أستاذ علي، هاي مهمة جدا أستاذ، أنه من أين تبدأ الحكاية بالنسبة لإخراج قوات التحالف؟ تبتدئ من الداخل العراقي. شلون أستاذ؟ قانون مادتين فقط إخراج قوات التحالف من العراق والأسباب الموجبة بالقانون لانتفاء الحاجة له. وين يروح هذا القانون؟ يجي من الحكومة يروح للبرلمان، يصوتون عليه البرلمان ويصير قانون واجب التطبيق وواجب التنفيذ من الحكومة، يذهبون بالوزارة الخارجية، وزارة الخارجية تشوف شغلها كما شرحنا في الأمم المتحدة بتقديم الطلب لإنهاء وجود قوات تحالف وإنهاء القرار 21-70، وأراك غير مقتنعة بذلك. لأن أنا رح أرد أسألك وأسألك السؤال اللي سأله أستاذ علي، إذا هم السنة والأكراد ما قبلوا يطلعون قوات التحالف يقول لك احنا نحتاج، ما نحتاج، نحتاجهم لا لا لا. من خطر قد يحدق بينا. أستاذ وما صوت هذا فرح اي قد نحتاج بالتصويت؟ شكد. الدستور الماده 59 شو تقول؟ ماده 59 تقول تتخذ القرارات بالتصويت بالاغلبيه المطلقه، يعني ايش قد؟ يعني اذا البرلمان 329 ايش قد النص مالهم؟ يعني النصاب القانوني شلون يتحقق؟ اذا حضر نصف زائد واحد هذول نصهم يصوتون، خلاص يعني نصف العدد الكلي زائد واحد يحضرون زين ويصوت نصفهم زائد خلينا واحد. انت تتذكر من صار هذا، يعني ما تحتاجين انت نصف العدد الكلي. انت صارت من صارت نصف العدد الامريكان ايش تحججوا وقالوا هذا موقف الشيعة، هذا موقف جزء من العراقيين، هذا لا موقف الاكراد ولا موقف لا السنة. لا هاي ديمقراطية، لذلك هذا ما يمثل هي ديمقراطية لو مو ديمقراطية. هسه احنا قاعدين لي هاي خطوة هسه احنا قاعدين ثلاثة اي ثلاثة، احنا اذا صوتنا اثنين على موضوع يمشي احنا ما علينا احنا هذا شنو هذا، هي هاي الديمقراطيه. احنا كل نائب يمثل يا استاذه 100,000 نسمه، شنو الشيعي شنو السني؟ ايش قد تدخل الامريكيين بالسياسه والديمقراطيه بالعراق ورسم مسار الحكم استاذ علي؟ تدخلهم اي ايش قد تدخل؟ والله اذا يريدون خليني احكي لك بصراحه، اذا تريد يعني الجهات الرسميه العراقيه تتخذ قرار، لا امريكا ولا غيرها تتدخل، بس المساله كل من مزاجاته كل من بكيفه. يعني كم هسه تخلينا كم نائب شيعي؟ 108 ايش قد استاذ؟ 180 138 هاي خلص اذا يريد يصوتون يا استاذ الله يحفظك. يعني
هو صار قالوا لك الامريكان هذا راي المكون الشيعي احنا ما ناخذ به. هو هو يا هو هو الامريكان راح يجون للبرلمان يقعدون وياهم ب 2020 من اتخذوا القرار البرلمان. هو كان مو صحيح القرار، مو صحيح من الناحيه الدستوريه، لان القرار البرلمان ما يتخذ قرارات، يشرع قوانين. البرلمان بوقتها اخذ قرار دستوريا مو صحيح، دستوريا مو صحيح، لان البرلمان مو ياخذ قرارات، يشرع قوانين. فلو كان جي على صيغه قانون من الحكومه وصوتوا عليه انتهى الموضوع. لا زلت تؤمن بالقانون استاذ علي؟ هذا قانوني وبالتاكيد القانون عندك شيء مقدس. لا لكن بعد هذه الجرائم بصراحه تؤمن به؟ بعد اللي صار بغزه وجنوب لبنان وقرارات مجلس الامن البائسه، بصراحه قرات الفاتحه على مجلس الامن الدولي وعلى الامم المتحده، قرات الفاتحه يعني. يعني ايست منهم؟ ابدا، يأستام يعني. لكن نعول احنا على من نعول؟ على الاراده الشعبيه، على على اراده المقاومه الحقيقيه اللي هي حق لكل الشعوب، حق الشعوب بتقرير المصير. بس خلينا نرجع لنقطة مجلس الأمن الآن يناقش الاعتداءات الصهيونية على إيران، رح نطلع بنتيجة لو لا؟ ما رح نطلع بنتيجة، لأن أنت عندك خمس دول دائمة العضوية، ذني بريطانيا وأمريكا وفرنسا والصين وروسيا، وعندك 10 متغيرة كل سنتين، ذول الخمسة صوت مجلس الأمن من هاي ال 15، إذا واحد من ذول الخمسة حيقول لك فيتو مرفوضة، خلص القرار انتهى. إذا أستاذ علي القانون قرأ عليه الفاتحة ويأسنا من عنده، كل شيء ما جاي يجيب لنا حق، اليوم الكلام للمقاومة بغض النظر عن الموقف الحكومي. نعم هو حقيقة بالتأكيد في ظل هذه المعطيات، بوجود كيان غاصب وسياسات التعسفية اللي اجتازت كل الخطوط الحمراء الآن بشكل كبير مثل ما تنقل على شاشات التلفزيون أمام صمت حقيقي مطبق وغير حقيقة مبرر من كل دول العالم، تلك الدول التي كانت ولا زالت تدعي بأنها ممثلة لحقوق الإنسان وحريات الأساسية وممثلة للعالم الحر المتمدن، اللي كانت تعيب على أنظمة دكتاتورية بأنها تستخدم الأسلحة ضد شعوبها وما إلى ذلك. اليوم الآن على مرأى مسمع من كل هذه الدول يتم عملية هذه الفظائع، يعني استهداف للمدنيين، واستهداف مو فقط للمدنيين، استهداف للمدنيين الذين ذهبوا أو نزحوا في أماكن إيواء، يعني مدارس ومجمعات سكنية لهؤلاء. أستاذ علي ماكو خطوط حمر للكيان الصهيوني أبداً طبعاً. وهذا سقوط حقيقة قبل 3 أو 4 أيام السيد الخمنئي في إحدى يعني كلماته قال السقوط الأهم في هذه المواجهة هو السقوط الثقافي للغرب، اللي هو الآن ما عاد يقدر يجرؤ أن يتحدث عن هذه المعطيات اللي هي العالم المتمدن، العالم الحر، حقوق الإنسان وحريات. كلها راحت وانتهت يعني مقابل على ماذا نشوفه هسه؟ فرح كان قبل الكلام لهذه الدول بهذا او حتى المنتديات الثقافيه يعني الخطاب اللي يوجه للعالم انه نحن راعين لهذه لظاهره التمدن واقامه. قالها دكتور سقطت الاقنعه. نعم اكتشف ازاي. لذلك التعويل هو الان اولا على المقاومه، مقاومه الوجود الصهيوني وهذه السياسات. انا اعتقد المقاومه تبلي بلاء حسنا في مواجهه هذا. نعم. الحقيقه الهجمه الشرسه سواء على محور المقاومة، والتضحيات التي قدمت هي تضحيات غالية لكنها بنفس الوقت مهمة من أجل تدعيم عمل مقاومة الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري، حياك الله، حياكم الله. في حصاد اليوم الخبير القانوني الأستاذ الدكتور علي التميمي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. ختام ملفنا الأول سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس تحت وسم الحيدريون يدكون الكيان، لنتابع.
ملفنا الثاني راح يكون عن صراع النفوذ بين الحوكمة والفساد في مفاصل الدولة، راح نفتح وياكم بتقرير للزميل شيبان سامي لنتابع. اخطبوط الفساد يحارب تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية في الدوائر والوزارة الحكومية من أجل استمرار منافعه المادية، إذ يؤكد مختصون في مكافحة الفساد تطبيق نظام الحوكمة المدعوم حكوميا سيساهم بتقويض الفساد المنتشر في بعض وزارات الدولة ويحد من ابتزاز المواطنين على حد قولهم. نميتنا أن يطبق هذا النظام ونخلص من هذا الروتين القاتل المجحف الحقيقة اللي سرق من عندنا وقتنا وسرق من عندنا أمورنا المادية والمعنوية. حقيقة صرنا في أمور الحقيقة أمورنا تعبانة كلش، والله حاليا الأمور تعبانة. يعني هاي النظام إذا طبق راح يخفف عن كاهل المواطن، هو راح يخفف. سياسة حكومة السودان تسير باتجاه محاربة الفساد من خلال الاستثمار بالأتمتة، إلا أن الأيادي الخفية تحاول قطع تلك الجهود من أجل عدم التحول إلى هذه المنظومة المتطورة وأبقاء البلاد متخلف إداريا ينتشر فيه الفساد، فضلا عن إبقاء الموظف يعتمد على النظام الورقي غير قادر على محاكاة التقدم الحاصل في الإدارة على مستوى العالم. الفساد يمنع، يعني أكيد يعني يمنع هذا الشيء على مود هو يظل مستفاد مثل ما تفضلت. يعني هي ماكو احسن من تطبيق القانون، تطبيق القانون وكل مفاصل الدوله. نظام الحوكمه يعني مو راح يقضي بس على الفساد، راح يعني يسرع من التنميه، يسرع من تطور البلد، يعني باتجاه هواي مجالات. ويؤكد مختصون ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في جميع دوائر الدولة للحد من الفساد، فضلا عن تقويض اختلاط الموظف مع المواطن وإنهاء النظام الورقي. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أرحب بالناشط في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. كما أرحب بالمتحدثة باسم الفريق الإعلام الحكومي الأستاذ حيدر مجيد، حياك الله أستاذ حيدر. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ سعيد، نبدي من الفساد والحوكمة، شو نشوف إجراءات الحكومة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي ولج حياك الله ولضيفك أستاذ حيدر وللجمهور المتابع. احنا عندنا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هنالك تدابير وقائية، جزء يعني مادة 10 تحت اسم إبلاغ الناس. هذه المادة تتضمن من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعراق طرف بهذه الاتفاقية وواجب الاتفاقية واجبة التنفيذ، أن يكون هنالك تيسير المعلومات للجمهور. يتضمن قانون حق الإطلاع على المعلومات وضمان تيسير الناس والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية على هذا. بس وضح لي إياها حتى نفهم شنو تبسيط الإجراءات الحكومية، لأن هذه نقطة كلش مهمة. المواطن يقول لك أنا ما أعرف بالحوكمة والنظام السيستم الإلكتروني، ما يفهم بيها. ولذلك سنة 2015 الحكومة في حينها اتخذت قرار بتشكيل فريق وطني لتبسيط الإجراءات في مراجعة المواطنين للدوائر الحكومية، هذه تفصيلها يعني هي المبادرة الوطنية لتبسيط الإجراءات الحكومية. أنا كنت عضو بهذا الفريق وبعدين صرت في اللجنة تقاعد الشهداء يعني في حينها. فهنالك لقطاع الشركات وهنالك حسب القطاعات، مع الأسف هذا العمل ما استمر، ولكن الأهم بالموضوع وزارة التخطيط في حينها عملت مسح لكل مؤسسات الدولة من أجل تهيئتها لحوكمة المؤسسات. زين هو ليش ما استمر؟ ليش ما استمر عمل منظم يبسط الإجراءات الحكومية يفهمها للمواطن؟ المهم منو منع؟ المهم يعني أكو ظروف يعني خارج إرادتنا يعني خلينا نقول. فهنالك مسح وطني كامل قامت به وزارة التخطيط لتبسيط الإجراءات. هذا الجانب. احنا خلال سنتين المضت يعني تم اعتماد حوكمة المؤسسات، لأن ابتداء
راح يقضينا على الابتزاز المالي يعني الرشوة، والرشوة بشكليها المالي والجنسي يعني الابتزاز الجنسي حتى الناس تعرف يعني ها، وحفظ كرامة المواطن واحترام المواطن في أداء حقوقه، بالإضافة ذلك التوفير من الوقت ومغادرة الإجراءات الورقية في هذا شو اسمه طيب. يعني هذا الجانب، ولذلك حتى راح أول دائرة يعني مؤسسة طبقت المراجعة مثل البنوك سوتها محافظة بغداد في حينه زين، ثاني وزارة ثاني مؤسسة سوتها وزارة التربية وزارة التعليم العالي يمكن يعني قطاع التربية والتعليم، في المراجعة يلزم سرى يجي يروح كذا حتى هذا المواجهة التواصل ما بين المراجع والموظف حقيقة ينقطع حفاظا على الموظف حتى لا يتم إفساده، وحفاظا على المواطن وكرامة حتى المواطن حتى ما ينخدع حتى وينطلع هذا الجانب، وبعدين حتى لا يروح واسطة وما شابه كذا، علما بأنه في سنة الانطلاق كانت قيمة الرشوة التي يدفعها المواطن في كل العراق كان بوقتها حسب البنك الدولي 20 مليون دولار أو 5000 أو 10000 يعني هاي الرشوة البسيطة ما علينا بالكبيرة يعني، يعني هاي المراجعة اليومية. هذا جانب، جانب آخر ضمان جودة تقديم الخدمات. اليوم أنا شريت على مثلا يعني فتحت حساب على تطبيق أور وطيت معلوماتي وكملتها، الدائرة اللي أريد أروح لها فقط أقدم يعني الطلب، هنا يبقى هذا الطلب وتنفيذه إن كان الشكوى، احنا عندنا نظام شكاوى في مجال مكافحة الفساد، عندنا يفترض هنالك نظام شكاوى استلم يعني قدمها المواطن والدولة تستجيب حسب القطاع يعني، ولذلك هنا هذا تقديم الشكوى يفترض يكون شنو محل مراقبة يعني مو بعد سنة يستجيبون للشكوى. بس هذا الحقيقة أكو تأخير في تلقي الشكاوى والاستجابة السريعة. الآن جربت يعني قبل أكثر من سنة يعني يعني بداية المبادرة جربت ويا أمانة بغداد قدمت، وحتى دائرة يعني دائرة معينة من دوائر البلدية قدمت وصلوا لي ورا ساعتين. ورا ساعتين وصلوا لي، حفروا لي القاع ما شنو مي وما هذا. فبدلوا الحنفية. هسه ما ريدت يعني احكي عن جودة العمل جودة الأداء، ولكن أنت أكو استجابة، أكو استجابة سريعة، أكو استجابة. وهذه ما لازم نوصلها بأمانة إلى المواطن. مرة ثانية احنا عندنا مؤخرا الجوازات، أنا في خلال 18 دقيقة استلمت جوازي الإلكتروني، فقط حجزت قبل يوم حجزت، قالوا ايش وين تريده باكر المواعيد هذه محجوزه هذه محجوزه، اختاريت الوقت اللي ما محجوز رحت قدمت. نقاط تحسب للحكومه. فما معنى هذه تبسيط الاجراءات حفظ كرامه المواطن. ارحب الان بالاستاذ حيدر من جديد. استاذ حيدر، الحوكمه والسيستم الالكتروني الى اي مدى ساهم في مكافحه الفساد في العراق؟ تحيه لحضرتك وللاستاذ سعيد ولجميع السيدات والساده مشاهدي الايام الفضائيه. اهلا وسهلا. ما تحدث به التقرير وايضا الاستاذ سعيد هو ليس ببعيد عن الواقع في الفترات السابقه. المواطن العراقي يعاني عند مراجعته لاغلب مؤسسات الدوله ان لم تكن جميعها، هنالك زخم على شبابيك طوابير كبيره، هنالك يعني إهانة لكرامة المواطن الإنسان، فضلا عن الزخم الحاصل في شوارع بغداد العاصمة بغداد على اعتبار أنه هي مركز كل المؤسسات الرسمية ويراجعوها من جميع المحافظات، أيضا هنالك عمليات ابتزاز وفساد في لعدد من الموظفين محسوبين على الموظفين، لكن كان هنالك قرار للحكومة وتوجيه بأن يكون هذا الملف هو واحد من أهم أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري. كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدارة هذا الملف اللي هو ملف إدارة الحوكمة الإلكترونية بإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء. أولى الخطوات كانت تشكيل
دائرة مركز البيانات الوطني، الدائرة اللي ستكون هي المركز السحاب الإلكترونية لكل مؤسسات الدولة وكل المعلومات والبيانات الموجودة، جهزت بأحدث الأجهزة حديثة من مناشئ عالمية. أيضا هنالك الجيش من المهندسين والفنيين أصحاب الخبرة والكفاءة يديرون هذا المركز. أولى الخطوات كان إطلاق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، هي الموقع الحكومي الأول من حيث الزيارات والاستخدام، استنادا إلى موقع سيمينار ويب المتخصص في تقديم الإحصائيات للمواقع الإلكترونية. بلغ عدد الخدمات اللي تقدمها هذه البوابة أكثر من 850 خدمة، 465 منها معلوماتية إلكترونية. مع عدد المسجلين الكلي في هذه البوابة نتحدث، هنالك متغيرات طبعا، نتحدث لغاية الآن أكثر من 5,600,000 مواطن. هذه الخدمات الإلكترونية الآن باستطاعة أي مواطن أن يقدم على هذه البوابة بطريقة وعملية سهلة وسلسة. هنالك كل الوزارات والقطاعات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات، إضافة إلى بقية التشكيلات الحكومية ومؤسسات الدولة. العملية البحث والاختيار والتسجيل هي سهلة جدا، يختار الوزارة ومن ثم يدخل على بوابة الوزارة داخل أور الإلكترونية، ومن ثم يختار الخدمة يريد هو يملأ الاستمارة. أستاذ حيدر، من خلال ما فهمت من كلام حضرتك إلكترونياً دون حاجة مراجع المواطن، وهنالك أيضا قد يحضر أثناء اللي فهمت من كلام حضرتك، وأيضا هنالك تطوير لهذه العملية. اللي فهمت من كلام حضرتك أنه بهذه الخطوات الفساد قل إلى نسبة كبيرة من خلال تقليص الفجوة بين المراجع وبين الموظف. لكن هسه أريد أسأله بصراحة، أكو جهات اليوم تقف بالضد منكم، شخصيات متنفذة تريد الفساد يستمر لأنه كانت مستفيدة من الفساد، أكو معرقلات تواجهكم لو لا؟ كل مشروع حكومي ناجح يقدم الخدمات سواء إلى المواطنين أو لا ما بين المؤسسات الدولية بالتأكيد هنالك أعداء لهذا المشروع، والأعداء هم واضحين ومعروفين، اللي هم يعني أصحاب المصالح الشخصية. و أكيد يعني عندما يكون هنالك مشروع لقضاء على الابتزاز ومكافحة الفساد اللي يقف بوجهه، وأكيد فاسد ومبتز، لكن فليقف من يقف بوجه هذا المشروع. المشروع ماضي ويسير بوتيرة عالية دون أي تلكو، بعزيمة سواء كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبقية كل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لإنجاح هذا المشروع. أكو قضية مهمة أيضا سيدتي الكريمة، اللي هي جانب كبير من عمليات الفساد والابتزاز، اللي هو المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية، هذا اللي أرق العراقيين. قد تتأخر صحة الصدور إلى أشهر، أسابيع أو أشهر، ترافقها عمليات ابتزاز من قبل بعض الموظفين أصحاب النفوس الضعيفة من بعض المعقبين. لكن هذا المشروع الآن انطلق ووصل إلى أغلب 90% من مؤسسات الدولة، ألغيت جميع يعني معاملات صحة الصدور الورقية، تحولت إلكترونية. لغاية هذه اللحظة أكثر من 9,900,000 معاملة ورقية ألغيت وتم تحويلها إلى إلكترونية بعد أن يتم قراءة رمز الاستجابة السريعة. أستاذ حيدر، المواطن ما يحتاج يقول له روح جيب لي صحة صدور. أستاذ حيدر، هذول متعودين يعني أكو موظف وأكو معقب، مؤسسة دخلت بهذا النظام وهنالك جيش من الموظفين. بس اسمح لي، يعمل على هذا النظام صحيح، لكن هذا الموظف المرتشي والمعقب المرتشي اللي تعلم تماما على الرشوة على أساليبه، هذا ما راح يلقى فد أساليب جديدة لابتزاز المواطن؟ تعرضت لحادثة بالتأكيد. أغرب موقف وصلت إلى أو توصلت إلى، لأن المعروف أنه المرتشي ترى يطور قدراته بين فترة والثانية لابتزاز المواطن. أكيد أكيد، مثلا راح يقول أنا الآن إذا نتحدث عن موضوع صحة الصدور الإلكترونية، أي مو كل المؤسسات دخلت بهذا النظام، والمؤسسات اللي داخلة بالنظام موجودة ومنشورة أسماءها في بوابة أور الإلكترونية. المبتز اللي تكلمتي عنه حضرتك، نعم، مثلا يقول والله الانترنت واقف، والله الحاسبة عاطلة، والله النظام مدى يشتغل من ناس من الأمانة العامة موقفي، هذه كلها هنالك خدمة إرشادية، خط ساخن للاتصال المجاني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، اللي هي 5599 يتصل المواطن، هنالك رد عالي ويتبع بعض العمليات الإرشادية ويصل إلى الاتصال بالموظف المعني ويقدم شكواه ضد الموظف
بالتأكيد ستتم معالجة هذا على الفور. نعم. وأكيد إن كان هنالك خلل فني بالتأكيد سيتم إصلاحه وإبلاغ المواطن، وإن كان عكس ذلك أكيد راح تنجز المعاملة ويحاسب الموظف المقصر. زين أستاذ سعيد، خلينا نحكي بصراحة، إحنا أكثر من 20 سنة، أكثر خلينا نقول من زمن النظام البائد، إحنا شعب متعلم على دفع الرشوة، ما تمشي هذه المعاملة إلا حتى تنطي. اليوم بين يعني يوميا أو بين يوم ويوم النزاهة تجي تلقي القبض على مرتشين، على مدراء عامين. نعم. في كل المؤسسات. زين هاي احنا شلون نقدر نقللها؟ انا لي حد الان حسب ارقام هيئة النزاهة ويوميا قابضين على مدير عام وعلى مرتشي او على مختلس، ما اعرف احنا ذاهبين لمكافحة الفساد بصورة صحيحة لو هذه الانفاس الاخيرة اللي جاي يرفضها الفاسدين. نعم، هي العملية قبل مكافحة الفساد، يعني تعزيز نزاهة، يعني ضمن التدابير الوقائيه ذكرتها قبل شوي. احنا عندما نختار الموظف وفق معايير وندربه ونهيئه ويبدا يتعامل مع المواطن. اما احنا كمواطنين حقيقه يعني ابسط شيء اراجع دائره اقول له تعرف لم احد بهاي الدائره، بمعنى هناك محسوبيه ومنسوبيه. ليش؟ لاني اخرك شهرين وحتى ثلاثه اني اشتري وقتي، مو الوقت غالي. الآن هنالك نقطة بداية، مرات المواطن احنا نفسد الموظف بالمناسبة. اي يعني تقول له قد تمشي لي هاي المعاملة، مشينا والله كريم ويمشي لك اياها بيوم. اي والعرض حالشي بالباب لو بالمطعم لو بالش اسمه وهاي تمشي. حلفك بالله انت شايف تعامل الدوائر استاذ سعيد؟ انا مفتر حط البس كاوبوي وافتر بالدوائر، يعني فترة الماضية بالله يحترمون المراجع عموما من خليك في شباك صغير احنا وانت احنا قاعد سرى كامل وتتوسل حتى تمشي ست فرح انا وياك. مو هاي هنالك انتهاك صارت بدم العراقي سيدة يدفع الكريمة. حتى يمشي حاله هنالك انتهاك لكرامة المواطن زين، وحكيتها الان عندنا بداية اصلا ما يحترمون المواطن في المراجعات، الان عندنا بداية، هذه البداية تبعث رسالة يعني للموظف وتبعث رسالة للمؤسسة وتبعث رسالة للمواطن. زي. انت يا موظف هنا انت تكون مدير تروح بغير بكره تكون مراجع، مو هذا الموجة. احنا عندنا تحديات، هذه التحديات ابتداء عن الأمية، يعني أمية الإلكترونية. الجانب الآخر أي. أمية الموظف نفسه، يعني احنا التحدي الكبير هو الأرشيف الوطني. كم موظف عندنا ما مؤهل لأنه وقته راح ينتهي؟ والله كل اللي صاروا بالواسطة ما مؤهلين، هم كم واحد ما صار بالواسطة. عموما لا احنا طالما هو يصير موظف هنا راح يدخل، يجب ان يدخل على جدول تدريب. الان عندنا ترى كم كبير انا شايفهم من الشباب المهندسين، والان زين. فتح قسم سيبران، يعني بعد 4 سنوات ذولا راح يكونون في مصاف العمل. يبقى الجانب شنو؟ يبقى الجانب توفير قاعدة بيانات وتوعيدها من أجل أن يكون شيء مركزي. قبل ما ندخل للستوديو مدير هيئة الضرائب راح يفتحون وياه تحقيق بأمر من السيد محمد شاع السوداني على أثر قضية، ربما قضية فساد أو إلى غيرها، بعدنا لم نحصل على المعلومة بشكل أكيد. إذا يوميا لازمين مدير عام ومدير هيئة الضرائب، هذا المؤشر من إلى الأخير. أي من الأخير أي. طالما الوظيفة سياسية، أو طبعا ما يخص هذا الموضوع، طالما الوظيفة سياسية يعني مدير العام حصة أي؟ طبعا مو ما أقصد الكل، وتكون الوظيفة هذه ليس تكليف، ليس على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة أي؟ بالتأكيد صير نفوذ إداري واستغلال النفوذ الإداري وهذا الفساد. هذا جانب. جانب لا. آخر احنا بالأساس عندنا خط شروع، هذا خط الشروع عندما تكون هنالك مساءلة وتكون محاسبة ونريد ضمان عدم الإفلات من العقاب. من حتى العقاب حتى أساء الأدب حتى نرسخ ثقة المواطن بمنظومة إدارة الحكم. نعم. نقول منظومة شكرا. إدارة الحكم هي السلطات السلطات الثلاثة والجهات. نعم. الرقابية. شكرا جزيلا للأستاذ سعيد ياسين أناش في مجال مكافحة الفساد، شكرا على كل ما تفضلت به. أيضا المتحدث باسمي فريق الإعلام الحكومي الأستاذ حيدر مجيد، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إلى هنا نأتي إلى ختام حصادنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.